بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطابت أوقاتكم، ونحن في لقاء جديد مع اللقاء الثالث من مقرر الحديث النبوي الشريف. نعيش في هذه اللحظات المباركة مع وحول مائدة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقاؤنا اليوم مع الحديث الثالث وعنوانه ذاق طعم الإيمان. اللهم أذقنا يا رب العالمين طعم الإيمان جميعا. ونبدأ مع شرح حديث نبوي شريف رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده، والإمام الترمذي في جامعه، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. حديث مرة ثانية: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمعنى العام والإجمالي لهذا الحديث فأقول: إن من أنعم الله عليه ومن عليه بالإخلاص والتصديق القلبي الممزوج بالتنفيذ الفعلي باللسان وبالجوارح، إذا رضي بقضاء الله وقدره ورضي بكل ما يأتي له من عند الله تبارك وتعالى، خيره وشره، حلوه ومره، وذلك الرضا ناتج عن رضاه أن الله هو ربه، ورضي أيضا وافتخر وتشرف بنسبته للإسلام، وارتضى الإسلام دينا بكل شرائعه وتكاليفه الشاقة وغير الشاقة، ورضي أيضا واطمأن قلبه وارتاحت نفسه بالتبعية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اقتنع وصدق وآمن بأنه الرسول المرسل من قبل الله للعالم كله إلى يوم الساعة، واتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والنبراس والطريق الصحيح الذي يسير عليه إلى أن يلقى الله تعالى سبحانه في الآخرة. وهذا مصداق لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ومصداقا لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فحين يجعل الأسوة والقدوة والتبعية المطلقة لرسول الله بعد أن رضي بهذا الدين بهذا الإسلام دينا له ويشرف بذلك ويتطلع ويرتقي بهذا ويفخر، وبعد أن رضي أيضا بالله رب العالمين فلا تنفيذ لأمر إلا لأمر الله، ولا عبودية إلا لله، ولا توحيد إلا لله تبارك وتعالى، ولا خضوع ومذلة إلا لله تبارك وتعالى، ولا عبادة إلا لله تبارك وتعالى، إن فعل ذلك بقلبه واقتنع بعقله وامتزج هذا بجوارحه، هذا الإنسان نقول قد ذاق حلو الإيمان، قد انشرح صدره وسكنت جوارحه واطمأن قلبه بالإيمان الذي ينتهي به إلى جنة الرضوان بإذن الرحمن جل وعلا. أنتقل بعد ذلك، بعد أن بينت المعنى العام أو الإجمالي لهذا الحديث، أنتقل بكم أبنائي وبناتي إلى التفصيل لشرح الحديث. وأول ما يطالعنا في الحديث راويه هو العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي، كان النبي يحب العباس ويرى له قدره، وهو أكبر سنا من النبي بقليل، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا أحد يكبر النبي قدرا ولكن ولد قبل النبي بقليل. سيدنا العباس بن عبد المطلب شهد العقبة ولم يكن قد أسلم، ولكن شهدها ليحتاط وليأخذ المواثيق على الأنصار لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما قاله لهم هو: أنتم ترون وتعلمون أنه في حمية وحفظ وحماية من أهله هنا، فإن كنتم تتعهدون حمايته وحفظه ووقايته وتمنعونه مما تمنعون منه أهليكم وأزواجكم وأولادكم فأهلا وسهلا بكم، وإلا فخلوا عنه واتركوه لنا نحافظ على نبينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر، وإن كان قد خرج في صفوف الكفار، إلا أنه قيل أنه كان يكتم إسلامه، يعني كان مقتنع بالدين الإسلامي لكن كان يكتم إسلامه، وكان يخابر النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس بن عبد المطلب، أسلم قبيل فتح مكة، وهاجر إلى المدينة قبل فتح مكة،
ولذلك هو قد شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنين. ومن اللافت للنظر أن كثيرا من أصحاب رسول الله في يوم حنين فر من حول رسول الله، إلا أن العباس بن عبد المطلب كان هو الذي يمسك بخطام فرس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفر كما فر غيره، بل كان نظرا لجهارة صوته وعلوه كان ينادي في الناس ويجمعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ابن عبد المطلب عرف الصحابة قدره ومقداره، وظهر لهم بجلاء ووضوح احترام رسول الله له وحبه له وقدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين حدث في العام 18 في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدب وقحط شديد، وطلب من عمر بن الخطاب أن يصلي صلاة الاستسقاء، جمع عمر بن الخطاب الناس ولكنه ما قد قدم نفسه، وإنما قدم العباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نستسقي برسول الله فتسقينا، وإنا نستسقي اليوم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من فضل وحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستسقى بالعباس ولم يقم هو بصلاة الاستسقاء مع أنه هو الخليفة وهو الإمام. إن دل هذا أبنائي فلا يدل إلا على معرفة أصحاب رسول الله بقدر العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بألفاظ الحديث، وأول لفظة نقرأها في الحديث: ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان أي أحس وشعر بحلاوة الإيمان، وهذا لا يتحقق إلا بتحقق الثلاثة المذكورة في الحديث. أما الأولى فهي الرضا بالله ربا، أما الثانية الرضا بالإسلام دينا، أما الثالثة الرضا بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن تجاه إيمانه مثل آكل العسل الشيء الحلو، لا يشعر ولا يستلذ ولا يسعد ويهنأ بهذا الحلو بهذا العسل إلا إذا كان سليما معافى. أما إن كان مريضا سقيما هو لا يشعر بحلاوة العسل، مع أن الحلاوة في العسل متحققة. إذن فليس العيب في العسل، وإنما العيب فيه هو لسقمه، ولذلك لا يشعر بالإيمان وبحلاوة الإيمان وانشراح الصدر للإيمان إلا من كان سليما في عقيدته، خاضعا لله راضيا به وبقضائه، إلا إذا كان قانعا بدين
الإسلام إلا إذا كان قانعا بتبعيته المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبنائي علماء البلاغة يقولون لنا شيئا جميلا، يقولون هنا شبه انشراح الصدر وطمأنينة القلب الناتية عن وقور الإيمان في القلب بالمطعوم اللذيذ الحلو الذي يستلذون ويهنؤون ويسعدون به، ثم بعد ذلك حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. يعني ايه؟ افسرها لكم. المشبه هو انشراح الصدر الناتج عن وقور الإيمان في القلب. المشبه به هو الشيء الحلو الجميل كالعسل والحلويات الذي يستلذ الإنسان بتذوقه، ثم حذف المشبه به المشبه وهو انشراح الصدر، وصرح بالمشبه به وهو الحلو المذاق، فقال ذاق طعم الإيمان، لأن الإيمان معنوي لا يطعم، ليس حسي من المطعومات، وإنما هو شيء معنوي وقر في القلب. واضح كده الاستعارة يا أولادي؟ طيب، إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى قوله رضي بالله ربا؟ رضي بالله ربا، إيه معنى بالإسلام دينا؟ إيه معنى بمحمد رسولا؟ أولا، أي لم يطلب غير الله ولا من غير الله شيئا، لم يطلب في القرب والتعبد والخضوع غير الله، ولا يطلب من غير الله شيئا. أول حاجة. الثانية، لم يسعه طريق غير طريق الإسلام، يعني هو لم يسلك أي طريق إلا طريق الإسلام. أيضا لم يسلك إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفيذا لشريعته التي جاء بها، الذي جاء بها. تمام، يبقى الثلاثة دول. طيب، ولذلك القاضي عياض بيقول ايه؟ إذن ما دام توفر لي الثلاثة دول، صح إيمانه واطمأنت نفسه وانشرح صدره وخامر هذا العبا ناتج العبادة وناتج الطاعة وناتج الاستسلام والرضا، خامر كل باطنه وظاهره. كل باطنه وإيه؟ ظاهره. ليه؟ قال لك لأن من رضي أمرا سهل عليه، ومن سهل عليه أطاع، ومن أطاع تلذذ بهذه الطاعة، فمع أن التكاليف شاقة هو يسعد ويهنأ بها. وهنا تساؤل، كيف عبر عن الغاية في الإيمان في المعرفة بالتذوق وهو بداية؟ أقول التذوق بداية بالنسبة للمحسوسات، يعني أول شيء في حلاوة العسل التذوق ليه،
لكن بالنسبة للمعنويات نهاية وغاية، فلا يأتي الشعور والتذوق الحلو والجمال والانشراح الصدر إلا بعد تحقق الثلاثة التي ذكرتها لكم، فهنا لا غرابة في التعبير بكلمة زاقة. طيب، ما معنى رضي بالله ربا؟ رضي بالله ربا أي سكنت نفسه تحت مجاري الأقدار، سكنت نفسه تحت مجاري الأقدار. يعني إيه معناها؟ يعني أن أقدار الله تبارك وتعالى يتلقاها بنفس هادئة طيبة، بنفس راضية. لماذا؟ لأنها فقط من عند الله تبارك وتعالى. إذن وضح لنا معنى رضي بالله ربا. السؤال الذي يأتي بعد ذلك أبنائي، لماذا عبر عن الإيمان المعنوي بأمر حسي فقال ذاق؟ أقول لكم، لا يمكن أبدا أن يحصل الغذاء الجسماني للإنسان إلا بالتذوق بلسانه، فكذلك لا يكفي لحصول الإيمان حقيقة جزما بالعقول فقط، بالعقول فقط. أمال بإيه؟ قال لك لابد أن يكون بالعقول وبالقلوب وبالصدور، ويخالط أيضا الجوارح، ويخالط أيضا الجوارح. ولذلك اليهود عرفوا، عرف اليهود أن النبي محمد مرسل. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعلى الرغم لأن معرفتهم به معرفة عقلية، كفروا به ولم يصدقوه ولم يزعنوا له ولم يقبلوا هذا. سؤال آخر: هل التلذذ بالإيمان درجات متفاوتة؟ الجواب نعم، درجات متفاوتة. أدناها رضا النفس بأقدار الله تبارك وتعالى دون امتعاض أو ضيق، يعني هو قدر الله رضي به ولكن لم يهنأ أو لم يتلقاه بسعادة، لكن تلقاه بدون غضب وامتعاض وخلاص، يعني رضي كارها، وهذا أدناها. أما أعلاها فهو يتمتع ويستمتع، مش يرضى بس، يستمتع ويتمتع ويتلذذ بكل شيء يأتي له من عند الله يحبه، حتى وإن كان شرا، ما دام من عند الله فهو محبوب، وهذا أعلى درجات التلذذ بالإيمان. سؤال آخر: هل الرضا بالعقائد الدينية له أيضا درجات تتفاوت؟ الجواب أيضا نعم، الرضا بالعقائد الدينية له درجات متفاوتة. أدناها ألا يكره أو يكون في صدره حرج من قدر الله تبارك وتعالى، لا يكره ولا يكون في صدره حرج من قدر الله تعالى، وهذا يخرجه من دائرة الكفر، لا يكون كافرا. أعلاها أن يكون قانعا ومسلما ومنفذا لكل مقادير الله وما يريده الله وتكاليف الله تبارك وتعالى، فلا يكون للهوى حظ ولا للشيطان عليه سلطان،
ولا حتى للعادات المنابذة المخالفة للدين إلى قلبه سبيل. حتى العادات المخالفة للدين هو لا يرضاها ولا يقبلها ولا يعني يقنع بها ويتركها. وهذا أعلى درجات الرضا بالعقائد الإسلامية في هذا الأمر. إذن يكون سلطان المحبة لله ولدين الله آخذ بمجامع قلبه ومسيطر على كل جوارحه. هذا هو أعلى درجات الرضا بالعقائد. في النهاية أقول يؤخذ من هذا الحديث فوائد، وفوائده كثيرة، نذكر منها على سبيل الاختصار أن للإيمان أي انشراح الصدر واستقرار الفؤاد حلاوة ولذة يشعر بها أهل الإيمان. حتى بعض الصالحين يقول نحن بإيماننا في سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أيضا في الحديث الرضا عن الله تبارك وتعالى ربا، وفي الحديث لا بد أن يكون الشرائع الإسلامية هي الأصل وهي المقدمة وهي التي تقودنا إلى آخرتنا، والنبراس والأسوة والقدوة التي نسير عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا وبغيره يكتمل الإيمان ويصور المؤمن شاعرا واضحا، يكون يشعر المؤمن بحلاوة إيمانه وأثر إيمانه في قلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.